السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به كلامنا اليوم هو الصلاة والسلام على سيد الخلق أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. كل وحدة فينا البنات كتطمح لأنه يكون عندها شعر أرطب زوين، ونظرا أن الوحدة إما كتكثر السيشوار إما الصبغات إما عوامل خارجية، الشعر كينشف كيصيبو جفاف من الصبغات الكيماوية من كيف قلت. فاليوم غادي ناخدو خلطة بسيطة اللي كتنعم الشعر، كتخليه رطب، كتسرحو. الوصفة اليوم الدوات الشعر الناشف أو الخشن. البنات اللي شعرها دهني ما تحتاج لوصفة اليوم، في وصفات ثانية خاصة بالشعر الدهني. اليوم الوصفة خاصة بالشعر الجاف، واللي بغات تنعم شعرها وبغات تفرده بمواد طبيعية. عندنا زبدة، وملي نقول زبدة لازم تكون زبدة طبيعية غير مملحة، زبدة طبيعية ديال العبار البنات، زبدة ديال العبار وما تكونش مالحة، ما يكون عليها لا ملح لا والو. مثل هنا كاين المراعي ولا لورباك ولا الانواع هادي. وفي المغرب اللي كنمشيو كنشريوها مثلا ديال الحلوى اللي كنديروا الحلوى. وعندنا بيض بلدي، بيض بلدي غادي، البيض بلدي غادي نحتاجه فقط للصفار. نكرر البنات لان البيض خاص يكون بيض بلدي، لان مكونات البيض البلدي ماشي هي البيض العادي، فيكون بيض بلدي. وغتقولوا لي البنات غتسولوني شنو الفرق ما بين البيض البلدي والبيض العادي، ما هو بيض بيض؟ لا كاين فرق. شفتوا لها رسنا البنات غير البيضه، كنلقاو البيض البلدي الماح ديالو اصفر اكثر من البيض العادي. علاش؟ لان البيض البلدي غني جدا بماده الكاروتين، وهي المفيده جدا، مفيده جدا وفعاله. الكاروتين نسبته عاليه جدا في البيض البلدي اكثر من البيض العادي. الكاروتين هذا البنات كنلقاو كذلك هو نفسه موجود في الجزر، الجزر كذلك غني بالكاروتين، وهذا علاش حتى تناول الجزر بكثرة كيؤدي إلى البشرة يخليها لامعة ويخلي بشرة صحية، فهو ممتاز. مادة الكاروتين مادة أساسية وممتازة. قلنا غادي ناخذ البنات فقط صفار البيض، غادي ناخذ فقط صفار البيض. فكيف كتشوفوا هنا خدت البيضه كامله، وانا غناخذ فقط الصفار. غادي نستغني على البياض وغادي ناخذ فقط الصفار الاولى، خدناها بيضه كامله. وغادي نخلط حتى يعود عندي. غادي نحاول اني نضربهم مزيان، لانني وكانني غدا ندير ماشي غدا نجي غنحطو على الشعر البنات باش يعطيني نتيجه. غادي نحطو وكانني بغيت ندير كريم فرد، يعني غدا نفرد فيه الشعر، يعني البنات غدا نجبد به الشعر. نجيب فرشات ونحطو على خصل الشعر ونحاول اني نجبدو شويه
المادة قلنا هنا طبعا الزبدة هي مادة دهنية غدا تغدي لنا الشعر الجاف غدا تغديه وغادي يكتسب رطوبة غادي يعود أرطب وسهل في التسريح كيف كتشوفوا معايا اللي ما بغاتش البنات دير البيضه كامله وتختصر فقط على الصفار بوحدو هذه اللي يكون شعرها جاف كثيرا اذا كان الشعر عادي تاخذ بيضه كامله وتاخذ انتما البنات فكيف قلت غادي نشد غدا ناخذ فرشاه شعر وناخذ نقسم الشعر الى خصل وناخذ كل خصله ندهنها ونحاول انني نفرد الشعر فيها نجفدو نخليها مده ديال ساعتين على الشعر مده ساعتين على الشعر طبعا الزبده مع البيض عندهم رائحه غير مستحبه ملي ندخل البنات ندوش عند غسل الشعر اخر بعد ما نحط الشامبو ونحط البلسم في بلسم يخليك تستغني طبعا على اي شيء ثاني لانك تكون في ريحه زوينه ما صافي كيمشي رائحه البيض ورائحه الزبده والبنات اللي ما كتبغيش تستخدم بلسم او بلسم غير متوفر عندها ممكن انها تاخذ قطرات من الليمون وتضيف لهم ماء وتشطف بهم شعرها في الاخير يعني تحط قطرات من شويه الحامض مع الماء وتخوي على شعرها ملي تشلل شعرها اذا الحامض غير متوفر ممكن انها تستعمل شويه الخل قطرات من خل التفاح كذلك كيعطي لمعه للشعر البنات سواء الحامض او خل التفاح كيقضي على القشره ديال الشعر وما كيخليش الريحه نهائيا لا ديال البيض ولا ديال الزبده هذه وصفتنا لليوم اللي هي فرد الشعر بمواد طبيعيه او ترطيب الشعر بمواد طبيعيه كيخلي الشعر مفرود وناعم ورطب سهل التسريح كيمشي منه الخشونه والتقصف كنصحكم البنات تهتموا دائما باطراف الشعر دائما لان الاطراف كتكون متقصفه اكثر من الشعر قص الاطراف بين فتره والثانيه فقط الاطراف من تحت باش الشعر ينمو ويطول ان شاء الله تستفيدوا على الوصفه شاركوا في القناه فعلوا زر الجرس شاركوا الفيديو مع صديقاتكم عبر الواتساب واليوم يوم الجمعة إن شاء الله يا رب يجمعنا بكم في جنات النعيم وإن شاء الله يا رب يرزقكم عافية الأبدان ورضا الرحمن ويجعل لقيانا وإياكم في أعلى الجنان ويرحم اللهم والدينا ووالديكم اللهم أذق قلوب أخواتي وأحبتي برد عفوك وحلاوة حبك وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك واغفر اللهم لهم بكرمك وأسعد قلوبهم اللهم زوج أخواتنا وارزق أخواتنا الذرية الصالحة اللهم إني أسألك في هذا اليوم يوم الجمعة ألا تردني خائبة فلا خاب من أنت مولاه اللهم اسعد قلوبهم واعطهم ما يتمنون وأقر عيونهم بما يحبون ويرضون ولا تسلبهم نعمة قط وعطر صدورهم اللهم بالإيمان والقرآن وارزقنا وإياهم الخلود في الجنان يا رب يا كريم يا منان اللهم أنت أكرم الأكرمين أنت أكرم من الأم الحنون على ولدها اللهم أرزقكم ما تتمنون يا أخواتي في الله إني أحبكم في الله اللهم اجمعني وإياكم في جنات النعيم اللهم ارض عني وعنكم
وعن والدينا ووالديكم وأزواجنا وأزواجكم يا رب العالمين.